المستفيد من هذا الوضع هو المحور يلي اسمه المحور المقاوم، يعني محور ممانعة. هو يعني اليوم أنا شو بدي أرمي أزيفة من درعا باتجاه جولان المحتل، وأنا عارف إنه الرد رح يكون تدميري، ومش عم دافع، مش عم رد، دائما عم بحتفظ بحق الرد. فأنا هون هو في محور، يعني في دولة اسمها إيران عم بتدير كل هالمحور اللي اسمه مقاوم، لا بتتدخل بلبنان ولا بتتدخل عسكريا، وهي تاركة يعني متخلية عن ما يسمى بحلفائها بفلسطين وخارج فلسطين. يعني اليوم نحن حضرتك سألتوني المرة الماضية، قلت لك إن الشعب الفلسطيني ترك لقدره، وحماس تركت وحدها، وكل اللي عم نشوفه من هوبرات عربية، ما شفنا ولا حكومة عربية وقفت مع حماس ولا نظام عربي وقفت مع حماس. في الشعوب العربية تتصرف عاطفيا وفق الانتماء العربي والانتماء الديني، تقف مع حماس أكثر من هيك لا. لذلك اليوم الضربة على السويداء، على عفوا على درعا، هي لاحقة لمطاري حلب ودمشق. وأنا بتقديري قد أكون مخطئ، أنه ليس إسرائيل وحدها التي تقصف، إنما الحاملات الطائرات الأمريكية اللي بعرض البحر هي تساعد إسرائيل بهذه الأهداف. لذلك اليوم نحن قدام حرب إقليمية، تحاول إسرائيل أن تجعلها إقليمية حتى تستفيد من الدعم الأمريكي الحاضر واللاحق والدعم الغربي غير المحدود وغير المشروط. هون لازم نحن يكون في عنا شوية دماغ نفكر لقدام، أنه نحن اليوم هالقوة التدميرية الهائلة، هل بقدر بوقف بوجهنا ولا لا؟ نعم. بقدر بوصل لتسوية إسرائيل ولا لا؟ هون بدنا نشوف نحن ندمر غزة ونهجر أهلها على مصر وندمرها وننفذ المخطط الإسرائيلي، ولا لا؟ ولا بدنا نقبل هلا بتبادل الأسرى وفينا نعمل نحن إيقاف لهذه التدريج. سيد جورج، برأيك هل هذه الاستهدافات هي محاولة لجر سوريا إلى الحرب، أم أن لها أهداف أخرى ربما إعلامية أكثر مما هي عسكرية؟ يعني هي مش يعني اطلاق الصاروخ هو اطلاق اعلامي منه عسكري ولا عملياتي، بمعنى انه اليوم تاثيره جانبي ومحدود جدا. نعم. لذلك هذه بلا معنى. فاذا رساله اعلاميه انه نحن معكم يا اهل فلسطين، ونحن معكم يا حماس، ونحن معكم، ونحن عم نقاتل معكم، مثل ما الاشتباك ضمن السقف اللي عم بيصير بجنوب لبنان بين حزب الله وبين الجيش العدو الاسرائيلي. لذلك نحن اليوم كل اللي عم بيصير هو إذا بدك رفع عتب، أو نحن إرضاء لمشاعر الجمهور العربي. نعم. إنه وينكن أنتم ما بتساعدوا حماس، وينكن هذا اللي عم بيصير اليوم هو مش أكثر من همروجة إعلامية، إنما الرد عم بيكون عنيف جدا بشكل إنه خير. النتيجة مدمرة أكثر بكثير من نتيجة القصف المباشر اللي عم يرموه من هون ومن هونيك. نعم. نعم نعم سيد جورج، تعليقا على حديثك، كيف سيكون موقف الحكومة السورية إذا وجدت نفسها في حرب نأت عقودا عن مخاطر الانخراط فيها برأيك؟ الحكومة السورية ليست بوارد فتح حرب مع إسرائيل. لو بدأت حرب، الجولان المحتل من العام 1973 وألحق من قبل الكنيسة الإسرائيلية بالأرض الإسرائيلية بين بوجدة وبوجان، ونحن لا نعترف بدولة إسرائيل، ألحق بهذه الأرض من سنة 1981. لذلك سوريا تصرف النظر عن القتال في الجولان، أو بالأحرى المقاومة، أو إنشاء مقاومة بالجولان، أو أي محاولة رسمية من بجيش العربي السوري بالجولان. لذلك الحكومة السورية مش من مصلحتها أبدا تدخل بالحرب، ولن قادر تدخل بالحرب. الحكومة السورية بعد في كثير من أراضيها مسيطر عليها من قبل منظمات إرهابية، مش قادر الحكومة السورية مش قادرة حتى ترد على قصف مطار حلب ومطار دائما نحتفظ بحق الرد. لذلك موقف الحكومة السورية اليوم واضح، ما راح ترد لا هلا ولا بعدين، وليس من مصلحتها أنه ترد وتفوت سوريا بحرب منا لألا، منا قادر تفوت فيها. نعم نعم نعم، وضحت الفكرة. أشكرك جزيل الشكر السيد جورج نادر، الخبير العسكري والعميد الركن المتقاعد، كنت معنا من بيروت. شكرا لك على هذه المداخلة.